البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أم تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموساوس الذي معه، سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين من إيطاليا. النعمة مع جميعكم، آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين.
وتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقار، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الأبد آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة، اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 7 أبيب، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 168 للشهداء اللي بتوافق سنة 452 ميلادية، تنيح القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. اتولد في قرية شندويل التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج من أبوين مسيحيين تقيين.
اسم والده أبي جوس ووالدته دروبا، اهتموا بتربيته تربية مسيحية حقيقية على التقوى والفضيلة، ومن صغر سنه بيحب الصلاة والخلوة. ولما كان عنده 9 سنين باباه قال له روح مع الرعاة علشان ترعى الغنم بتاعي، وفعلا خرج معاهم لرعاية الغنم، لكن كان بيقدم الأكل بتاعه للرعاة وهو يفضل صايم لآخر اليوم، ودايما وهو راجع كان ينفرد عنهم ويصلي. وفي يوم شافوا واحد من الرعاة وهو راكع وبيصلي وصوابع ايديه منورة زي الشمع، وكمان شم ريحة بخور جميلة حواليه. الراعي جري بسرعة وقال لباباه على المنظر اللي شافه. فكر شوية الأب وقال أحسن فكرة إن شنودة يدخل الدير اللي خاله الأنبا بيجول يبقى رئيسه علشان يشبع من الصلاة والتأمل وينمو في الفضيلة أكتر. أخدوا باباه ومامته وراحوا على الدير، وكانت المفاجأة القديس الأنبا بيجول بدل ما يحط ايده على شنودة ويباركه أخد هو ايد الصبي شنودة وحطها على راسه علشان هو اللي ياخد منه البركة، وعرف بالروح القدس ان الطفل ده ربنا مختاره وهيكون أب عظيم ورئيس للدير. وقبله الأنبا بيجول وقعد شنودة في الدير. وفي ليلة شاف الأنبا بيجول ملاك وقال له بكرة الصبح بدري روح عند شنودة هتلاقي جنبه اسكيم الرهبنة ربنا يسوع بنفسه هو اللي باركه، صلي ولبس شنودة الاسكيم، وده عبارة عن ضفيرة جلد فيها صلبان تتلف على الجسم علشان الصبي ده هيكون عظيم وأب لناس كتير جدا. وفعلا الصبح بدري قام وعمل زي ما قاله الملاك وأصبح شنودة راهب جميل عايش في حياة العبادة والتقوى والنمو في الفضائل الروحية والمحبة والاتضاع، وكان بيقاوم عدو الخير أول لما يرشم الصليب. ولما تنيح القديس الأنبا بيجول اتفق كل الرهبان على إن القديس شنودة يكون هو رئيس الدير، وفعلا قبل المسؤولية واهتم بالدير واعتنى بالرهبان جدا، وزاد عددهم لغاية لما أصبح حوالي 2500 راهب، بالرغم انه وضع شروط صعبة جدا للقبول في الدير ونفذها بكل حزم، وكمان مبادئ الرهبنة بكل دقة، واهتم بتعليم الرهبان وتشجيعهم على العمل اليدوي وفي نفس الوقت على حياة العبادة والوحدة اللي كان بيحبها جدا، لدرجة انه قضى 5 سنين متوحد وسمع صوت من السماء بيقول له بالحقيقة يا شنودة صرت رئيسا للمتوحدين. وكمان اهتم بالشعب وفتح لهم الدير علشان يصلوا، وبنى لهم كنايس في القرى حوالين الدير ودافع عنهم، واهتم كمان باللغة القبطية وحضر مع البابا كيرلس الأول عمود الدين المجمع اللي تم فيه حرمان نسطور بعد محاكمته لأنه خالف العقيدة والإيمان، ودي اسمها هرطقة، وكتب رسائل وله أقوال كتير روحية عميقة. وصل القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين لدرجات روحية عالية، وعلشان كده
كان بيظهر له السيد المسيح كتير ويتكلم معاه. ولما أكمل جهاده الصالح وسيرته الطيبة الروحانية اللي زي الملائكة، تنيح بسلام وعمره 120 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. كهنتك يلبسون العدل وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، أذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم الرب ونظر لإله يعقوب. باسم الرب إله القوان، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. وجاء إلى كفرناحوم، وإذا كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق، فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني. فأجابه يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا، لأن من سقاكم كاس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجراهم.
سيداً.